من الأخبار المهمة كمان اللي حصلت امبارح، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس عبد الحميد لدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر حريصة على تقديم كل الدعم للدولة الليبية، وده لتنفيذ خريطة الطريق وأيضا دعم التنمية اللي بتطلع ليها وبيطلع عليها الشعب الليبي. وقال عبد الحميد لدبيبة إن هو بيسعى للاستفادة من الموارد البشرية المصرية في إعادة إعمار ليبيا. ويمكن الحقيقة إن النهاردة على المستوى الاقتصادي الحقيقة ناقشنا مجموعة كبيرة من مجالات التعاون بين الحكومتين، ويمكن كان هناك نقاش على مستوى الوزاري أيضا ما بين السادة الوزراء وبعضهم البعض، وتم الاتفاق على العديد من مشروعات التعاون، ويمكن ده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه أنا وشقيقي دولة الرئيس، إن احنا اللي يهمنا النهاردة إن شاء الله هو الاتفاق على المشروعات التنفيذية اللي هتبدأ تنفيذها إن شاء الله على أرض ليبيا في خلال المرحلة القادمة في العديد من المجالات التعاون، سواء في مجالات الطاقة الكهرباء والنفط، أيضا في مجالات البنية التحتية، في مجالات الصحة والتعليم، في مجالات الإسكان والبنية الأساسية، في مجالات التعاون على في الشق الأمني والتدريب الكوادر البشرية المختلفة، في مجالات الاتصالات الحقيقة، في مجال التجارة والصناعة، وأيضا تطوير وتدريب الكوادر الليبية في كافة المناحي هنا في مصر. فالحقيقة النهاردة يمكن يوم تاريخي، لأن هذه اللجنة هي يعني الحقيقة بتعقد لأول مرة منذ 12 عاما من التوقف، وده طبعا يعني دلالة على يعني عودة العلاقات الوثيقة ما بين الدولتين في خلال المرحلة القادمة. ومرة أخرى يمكن احنا حريصين كل الحرص، وبأكد لأخي العزيز، على دعم مصر الكامل لكل خطوات التنمية اللي النهاردة الشعب الليبي بيتطلع إليها، وحريصين كل الحرص على مشاركة الدولة المصرية بكل مؤسساتها في تنفيذ كل المشروعات التي تلبي طموحات الشعب الليبي. سعدت ان احنا النهارده بنشهد توقيع عقود بالفعل لتنفيذ مشروعات بنيه تحتيه في دوله ليبيا بمشاركه الشركات المصريه ذات الخبره في هذه المشروعات، وده يمكن الحقيقه تناقشنا فيه، وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلوا الى يعني دوله الرئيس ان الحمد لله ان هناك النهارده شركات مصريه كبيره اصبحت لديها الخبره العالميه والدوليه في تنفيذ مشروعات عملاقه في كافه المجالات، وهي اللي نفذت كل مشروعات التنميه الكبيره اللي شهدتها مصر في خلال السنوات القليله الماضيه. وبالتالي هذه الشركات على أتم استعداد لتنفيذ كل المشروعات التي تلبي طموحات الشعب الليبي في خلال المرحلة القادمة. مرة أخرى بنتمنى كل الاستقرار والنماء والرخاء لأشقائنا في دولة ليبيا، وإن شاء الله يتم إنجاز خارطة الطريق في المرحلة القادمة بما يحقق طموحات الشعب الليبي. فدولة الرئيس أهلا وسهلا بيك في بلدك الثاني مصر، وإن شاء الله كل التمنيات بالتقدم والنماء لأشقائنا في ليبيا. تفضلي. شكرا سيادة الرئيس. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. تشرفت اليوم حكومة الوحدة الوطنية بحضور الدورة 11 اللجنة العليا المصرية الليبية بالعاصمة القاهرة، في الوقت الذي تغمرنا فيه سعادة كبيرة بهذه الزيارة التاريخية، فإن عودة انعقاد اللجنة العليا بعد الانعقاد دام ما يزيد عن 10 سنوات هو إضافة سياسية للعلاقات التاريخية بين البلدين. كما تشرفت اليوم في هذا الصباح بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد فيه عن عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والعمل في هذه الفترة الاستثنائية لدعم الجهود الدولية الرامية إلى استقرار دولتنا في ليبيا. ودور
ودوره الشخصي في ذلك، الذي أكد فيه فخامة الرئيس بأن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي في تحقيق استقراره وبداية إعادة إعمار بلاده بتعاون مصري ليبي. على مدار اليومين الماضيين عملت اللجنة التحضيرية بين البلدين في إعداد جملة من مذكرات التعاون بين القطاعات المختلفة، ساده والعقود ساده روح التعاون الإيجابي والتعاون الكبير القريب بين كل الوزارات. الشعور كان الشعور بالمسؤولية غالب على هذه الاجتماعات لتطوير التعاون بين البلدين. وجود الحكومة الوحدة الوطنية بجمهورية مصر العربية هو رسالة إقليمية لدور مصر الكبير والعظيم في المنطقة والعالم بشكل أجمل.